السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة تثبيت وتطبيق الظواهر اللغوية. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الرابع من الوحدة الثانية الواجبات والحقوق، المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذن في حصة اليوم سنتطرق لمكون الصرف والتحويل والتراكيب، إذن المعتل في الأزمنة الثلاثة والفعل اللازم والمتعدي. إذن أتذكر الفعل الصحيح وأعرف بأقسامه الثلاثة. إذن الفعل الصحيح هو ما خلت أحرفه من حرف العلة، من حروف العلة الفعل الصحيح، وينقسم إلى فعل صحيح سالم، مهموز، ومضاعف. إذن الفعل الصحيح السالم هو ما خلا من الهمزة والتضعيف، مثلا كتب، رسم، دخل، خرج. الفعل المهموز هو ما كان أحد أحرفه همزة، أكل، سأل. ملأ. إذن الفعل المضاعف هو ما كان أحد أحرفه تضعيف أو حرفه الثاني والآخر من نفس الجنس. عد، مد، شد. إذن هذا هو الفعل الصحيح وأقسامه الثلاثة. إذن أتي بأفعال المعتلة وأعرضها على أصدقائي. إذا مثلا وصل فعل معتل مثال، مثال، عاد، عاد فعل أجوف معتل، أجوف معتل الوسط، سقى. إذن ناقص معتل الأخير ناقص. أصنف هذه الأفعال حسب الجدول الآتي. إذن وقف، وقف فعل المعتل الأول، إذن فهو مثال وقف. صار، أجوف معتل الوسط صار. رعى معتل الأخير ناقص. دعا أيضا فعل معتل ناقص معتل الأخير. نام، أجوف إذن معتل الوسط. يسر، يسر معتل الأول إذن فهو مثال. يئس أيضا مثال معتل الأول. شدا ناقص معتل الأخير. عاد معتل الوسط إذن أجوف. وجد مثال معتل الأول. قضى معتل الأخير إذن ناقص. قال، أجوف معتل الوسط. أملأ الجدول الآتي بما يناسب. على، أنت علوت، هو في المضارع يعلو. تصرف الأمر أنت أعلو. وعد، هي في الماضي وعدت. أنتما تعيداني، أنتم عيدوا في الأمر. كان، أنت كنت، نحن نكون في المضارع. تصرف في الأمر أنتن كنا. بكى، إذن هن تصرف في الماضي، هن بكينا. تصرف المضارع هي تبكي. أنتما ابكيا. نسي، أنا نسيت. هم ينسون. تصرف الأمر أنت إنسي.
ننتقل لحصة التراكيب. الفعل اللازم المتعدي، حصة تثبيت الدرس. إذا أنجز، أستخرج الأفعال من الجمل وأضعها في الخانة المخصصة لها. إذا سأل الأب ابنه عن معنى الواجب، إذا سأل هو الفعل، إذا هل هو فعل لازم أم متعدي؟ سأل الأب ابنه، إذا فهو متعدي. متعدي سأل فعل متعدي، تعدى إلى المفعول به. ترافع المحامي، إذا ترافع فعل لازم. اكتفى بالفاعل فقط. ازدهرت مدينة العيون، إذا ازدهر مدينة العيون، إذا الفعل ازدهر اكتفى بالفعل، إذا هنا ترافع. ازدهر سنكتب ازدهرت، إذا فعل لازم اكتفى فقط بالفاعل. هنا العيون مضاف إليه. أجاب الابن الابنة، إذا أجاب فعل. الأب أجاب فعل، الأب فاعل، المفعول به الابنة، إذا أجاب متعدي. أنتج جملتين تتضمن الأولى فعلا لازما والثانية متعديا. إذا الجملة الأولى، أنجز تلميذ الواجب. إذا هذا فعل متعدي، إذا أنجز فعل متعدي. إذا المثال الثاني، تفتحت الأزهار في فصل الربيع. إذا الفعل هو تفتح، إذا الأزهار فاعل، إذا تفتح فعل لازم، إذا لازم اكتفى فقط بالفاعل. إذا أنجز فعل متعدي لأنه تجاوز الفاعل إلى مفعول به. تفتح فعل لازم اكتفى بالفاعل، إذا أنجز التلميذ الواجبة. تفتحت الأزهار في فصل الربيع. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.